السلام عليكم، أهلا بكم. الحالة السريرية رقم 53. أول شيء خصائص ومعلومات المريض سيجنالمنت، هي نعجة بالغة عمرها عدة سنوات. المعلومات الأخرى لم تذكر لأنها ليس لها فائدة. تاريخ الحالة، أتى الفلاح صاحب النعجة وقال لك بأن نعجته فيها عرج بسيط في الساق الأمامية اليمنى منذ 6 إلى 8 أسابيع. هذا العرج مدته شهر ونص إلى شهرين. الحالة بدأت تسوء ببطء، والنعجة المريضة لا تستطيع حمل وزنها على تلك الساق. هي ترفع ساقها ممدودة، والقدم في حالة انقباض، يعني فليكشن اكستنشن فليكشن اكستنسيو فليكشن. ومن حين إلى آخر تضع قدمها الخلفي الأيمن فوق الأرض وتضعه على الجهة الأمامية لمفصل الفيتلوك، لا أعلم كيف يسمونها باللغة العربية، الفيتلوك أو بالفرنسية لوبولي، يعني تمشي على الظهر لوبولي، الفيتلوك أو البولي في حالة فليكشن، يعني الظلف راجع للوراء وتمشي على الجهة الكرانيال ولا الدورسوم، يسموه الدورسوم أو اللفاس دورسال، لمفصل الفيتلوك، وتسمى هذه الظاهرة بـ knuckling of the fetlock، knuckling on the fetlock. الفحص الفيزيائي physical examination، لا يوجد أي خلل أو مشاكل في الجسم ما عدا المشاكل الموصوفة في الفحص العصبي، بينما بين الجس باللمس البالبيشن وجود ضمور بسيط في عضلات الكتف للساق الأمامية اليمنى. يعني الطبيب الفحص لاحظ بأنه يعني ينبغي عليه أن يلمس الساق الأمامية اليمنى أين يعرج الحيوان، فلمس يعني الفحص باللمس بالجس باليد الكتف، عضلات الكتف سيبراسبيناتوس والإنفراسبيناتوس، وجد ضمور في هذين العضلتين. الفحص العصبي نيورولوجيك اكزامينيشن، الحاله العقليه منتبه يعني اليرت يعني نيجاتيف يعني عادي عادي، الحيوان منتبه يقظ ليس فيه اكتئاب الى اخره. الوضعيه بوستشر والمشي جيت، الوضعيه عاديه، إذا لا يوجد هيتلت، لا يوجد بلوروستوتونوس، لا يوجد الأوبستوتونوس، لا يوجد أمبروستوتونوس، لا يوجد أي وضعية، يعني لا يوجد أي وضعية يعني غير عادية للحيوان، سواء في الرأس، سواء في الرقبة، سواء في الأطراف. المشية الجيت أظهرت وجود شلل حاد ولكن ليس كاملا أو وتاما، يعني الباريزيس الباريزيس وليس باراليزي باراليزيس للساق الأمامية اليمنى. النعجة المريضة هي تسحب ساقها الخلفي الأيمن، وعندما تضع قدمها على الأرض هي تمشي على الوجه الأمامي لقدمها بحيث أن مفصل الفيتلوك أو البولي يحدث له ظاهرة الانقباض فليكشن، هذه قلناها. نتائج تفاعلات الوضعيات posterior reaction للرياكسيدو posterior، اختبار وعي وإدراك وضعية القدم في الفضاء البروبيوسيبشن. ما هي البروبيوسيبشن؟ البروبيوسيبشن هي مدى وعي وإدراك الحيوان لوضعية رجله في الفضاء. إذن هو منعدم يعني بوزيتيف على الساق الأمامية وناقص على الساق الخلفية. اختبار القفز على رجل واحدة الهوبينج على الساق الأمامي، هو على الساق الأمامية اليمنى هو منعدم يعني بوزيتيف وناقص على الساق الخلفية اليمنى. اختبار الإكستنسور بوستيرال ثراست، اختبار الإكستنسور بوستيرال ثراست ناقص على الساق الخلفية اليمنى. الإكستنسور بوستيرال ثراست فقط يطبق على، يمكن اختباره فقط على الساق الخلفية
اليمنى او اليسرى. اختبار الفيجوال بلاسين والتاكتيل بلاسين هما منعدمان على الساق الامامية اليمنى. نتائج المنعكسات الشوكية لريفلكس سبينور لريفلكس ميدولير سباينال ريفلكس. منعكس الرصفة الباتيلار ريفلكس للرجل او الساق الخلفية اليمنى فيه فرط يعني اكزاجيريتد. منعكس الكيتانيوس ترانكاي ريفلكس ويسمى ايضا بالبانيكوليس ريفلكس. هو الاخر ايضا منعدم على الجهة اليمنى يعني بوزيتيف. منعكس الاكستنسور كارباي رادياليس والترايسبس هذو بالنسبة للأرجل الأمامية هما من منعدمين إلى منخفضين للساق الأمامية اليمنى. منعكس الفليكسور ريفلكس ويسمى أيضا الوزدراور ريفلكس هو منعدم على الساق الأمامية اليمنى. نتائج دراسة الأعصاب الجمجمية للنير كرانيا لتود دينير كرانيا نيرفز. بؤبؤ العين اليمنى هو ضيق construction of the pupil okay. يعني ميوزيس لكنه يستجيب للتحفيز الضوئي يعني البوبولار لايت ريفلكس هو محفوظ هو غير منعدم. اختبار الاحساس سنسوري تيستين وجود فرط في الاحساس يعني هايبرستيزيا في ابطى الساق اليمنى. اختبار الاحساس بالالم السطحي superficial pain perception الاحساس بالالم اختبار الاحساس بالالم السطحي ناتي كهذا كيف نختبره ناتي بفورسيبس ولا هيموستات ونقرص الحيوان في المنطقه المراد اختبار الاحساس لها قرصه خفيفه ونرى رده فعل الحيوان اذا في هذه الحاله هو عادي. اما بالنسبه للاحساس بالالم العميق ديب بين بيرسبشن هو عادي ايضا. كيف نقوم باختبار ديب بين بيرسبشن؟ من اسمه نعرفه ديب بين بيرسبشن على عكس سوبرفيشال ديب بين بيرسبشن يجب ان يكون الضغط قوي بحيث ان نختار احد الهيموستات ولا احد الكلاليب الجراحه البيطريه ونضغط على الظلف نفسه بدون احداث ضرر ونرى تفاعل الحيوان. السؤال هنا أوجد تموقع الآفة العصبية بدون ذكر المرض بالإنجليزية neurolocalized lesion without giving the name of the disease باللغة الفرنسية localize la lesion essayer de localiser la lesion où se trouve la lesion sans donner le diagnostic final. هذا فيما يخص الحالة السريرية رقم 53. إلى اللقاء.